الأخوة الحضور، نرحب بكم في المؤتمر الصحفي للفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس الكورونا COVID-19. وأيضا نرحب بالمتحدثين المقدم طبيب مناف القحطاني رئيس الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا واستشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري، والدكتورة جميلة سلمان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا استشاري الأمراض المعدية بمستشفى السلمانية الطبي، وأيضا العقيد ركن الدكتور محمد خليفة بن غدير رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث. وبداية مع المقدم طبيب مناف القحطاني يقدم ملخص بآخر المستجدات لغاية اليوم 28 فبراير. تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير ومشكورين، يعطيكم العافية. يبناكم في يوم جمعة، بعدناكم عن أهاليكم، بس كنا من المهم نعطيكم شوية بعض التطورات اللي صارت بموضوع الكورونا المستجد في مملكة البحرين. قبل ما أبدأ موضوعي، بس أحب أولاً أنوه أن ربي لك الحمد، أشكر الله أولاً وأخيراً على ثباته وعلى جميع نعمه، وأشكر الله أنه وهبنا قيادة رشيدة صراحة كانت لنا الداعم في جميع المراحل وفي جميع الظروف. بداية الله يسلمكم، مثل ما ذكرت في عدة لقاءات بخصوص موضوع الكورونا، موضوع الكورونا ربي لك الحمد هو فيروس يسبب أعراض شبيهة بالإنفلونزا، وليست الأعراض إلى الآن الحمد لله سواء كانت في البحرين أو في أماكن اللي حوالينا كانت قاتلة. نعم هناك نسبة قليلة من الوفيات، ولكن هناك أسباب تؤدي إلى 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 هذه الوفيات، من ضمنها عوامل رئيسية هي مثلا كبار في السن، وجود عوامل تنقص من المناعة. عشان كذا كنا نحث دائما هي المناعة، مناعة جسم الإنسان ضرورية جدا في مكافحة مرض الكورونا. النسبة العالمية إلى حد الآن بنسبة الوفيات لا تتعدى 2%، وهذا شيء مطمئن بخصوص الكورونا. دائما يسألون عن أعراض الكورونا، هل هي تختلف عن الإنفلونزا؟ هي تشابه أعراض الإنفلونزا، يعني فيها ارتفاع في درجة الحرارة، فيها نوع من الكحة اللي تكون شوية مزمنة مع الفيروسات هذه، وغير الكحة يكون فيها صعوبة في التنفس. لكن الشيء اللي دائما أحب يعني أكد عليه، واللي إحنا نشوفه اللي يصير حوالينا سواء كان في البحرين أو خارج البحرين، ترى يا جماعة الخير الكورونا ما يكون موجود في الهواء، وهو يكون يعني ينتشر بالرذاذ. يعني بمعنى صح، لو أنا بقعد مع أخوي لو قدر الله أنا فيني الكورونا لا ينتقل للشخص الثاني، فهو لازم يكون ملامسة الرذاذ. يعني إذا واحد عطس مثلا، مو معناته أنه عنده كورونا، ففي ناس دائما تكتم العطسة خوفا أن أحد يتهمهم أنه عندهم كورونا. فهذه أشياء علمية ضرورية حبينا نأكد عليها. طيب، أسئلة ثانية تتوارد على التربل فور أو تيلين إحنا يعني شخصيا، شنو إذا كان الشخص راجع من دولة موبوءة، شنو هو المطلوب اللي يسويه؟ طبعا المطلوب اللي هو يعزل نفسه عن الأصحاء. الشخص اللي راجع من دولة موبوءة احتمال يكون حامل الفيروس في جسمه في فترة الحضانة، قد لا تبدي عليه الأعراض. إذا شخص ما عنده أعراض وهو حامل الفيروس، نعم في احتمالية أنه ينقله. عشان كذي إحنا دائما نقول إذا أنت كنت من دولة إذا رجعت من دولة موبوءة، يعني يستلزم منك أنك تكون موجود في منطقة معزولة عن الأشخاص القريبين منك، وخصوصا أهل البيت، إلى أن تتأكد أن الفيروس يكون خالي من جسمك. هذه بس نقاط يعني أساسية حبيتها يعني أعيدها بخصوص فيروس الكورونا. طيب، بما أن إحنا عندنا حالات كورونا، شنو الوضع الحالي في البحرين عن فيروس الكورونا؟ ربي لك الحمد، تقريبا صار لنا الحين ما يعني 14 يوم من تاريخ 21 فبراير، ما زلنا في أقل من 14 يوم من تاريخ 21 فبراير، ما زلنا في مرحلة الاحتواء واتخاذ الخطوات الضرورية لمنعه، وهذا جدا ضرورية. عندنا حالة حالتين ثلاثة وأكثر، فالحالة المرحلية هذه هي تكون ضرورية لمنع انتشاره واحتوائه، وانتم شايفين كل جهودنا حاليا تصب على منع انتشاره. فيسمحونا اعذرونا إذا إجراءاتنا كانت مشددة، هذا لصالحكم. في كل المراحل اللي بنواجه فيها الفيروس سيكون هناك خطوات، وبتشوفونها خطوات استباقية، وبتشوفون هناك خطوات تتغير، لأن نأكد المرة الثانية أو الثالثة الفيروس متحور، الفيروس يتغير، فإجراءاتنا بتتغير عليه على ضوء ذلك.
عدد الحالات الحمد لله ما زال جميعها في حالات مستقرة، وبنتكلم عن الحالات في سياق آخر مع الدكتورة جميلة. التنسيق صراحة جاري باستمرار لربط أعداد القادمين عبر المنافذ، وأهم شيء إحنا نحاول أن نرفع الطاقة الاستيعابية. إحنا ما نقدر يعني نستقبل أعداد تجي من دول موبوءة إذا إحنا نشوف الطاقة الاستيعابية حاليا غير ملائمة. فهذا كان من الضروري إحنا سوينا بعض الإجراءات اللي بعض الناس شافتها مشددة سواء كانت في المنافذ، هي جدا ضرورية علشان إحنا نعرف وضعنا الحالي في البحرين ونزيد الطاقة الاستيعابية علشان نعمل على ضمان منع انتشاره بين أبناء مملكة البحرين. جميع الحالات ولله الحمد، اللي هي صارت 38 جميعها ليست في خطر اليوم. أنا مع الأخت جميلة شفنا جميع الحالات، في هناك استمرار ملحوظ من الأطباء عليهم، جميعهم في حالة مستقرة. بخلي التفاصيل الكلينيكية للدكتورة جميلة تتكلم عنها. السؤال اللي دائما يتكرر أتوقع حق أخواننا اللي موجودين من إيران، شلون بنتعامل معاهم؟ سبق إحنا وأعلننا ودعينا إن هناك كمية من المنشورات موجودة في الجرائد أو في الشوارع ونكررها في التلفزيون وفي الإذاعة، إن الأشخاص اللي كانوا مسافرين قبل إعلان منع دخولهم كنا دائماً نحث منهم، الأشخاص اللي إحنا ما بدينا الكشف عنهم، هناك رقم أتوقع الكل حفظه اللي هو 444-444. إذا كنت من الأشخاص اللي إحنا ما ينالك لحد الآن، أنا أتوقع من روح المسؤولية والوطنية أنك تبادر بالاتصال، الاتصال علشان إحنا نسوي لك جدولة فحص وعزلك عن أحبائك لما تطلع النتيجة، وبعدين نعطيك الخطوات المناسبة. بخلي الحين الميكروفون لأخوي اللي ممثل وزارة الداخلية يتكلم بشكل تفصيلي عن ما يخص العائدين من إيران في كان شهر فبراير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة لا شك بأن الجهود هي جهود يعني مشتركة، وطالما هنالك مكونات يعني مكونات سواء عسكرية أو مدنية فلله الحمد يربطنا يعني هدف واحد، ألا وهو يعني عودة الأوضاع إن شاء الله لطبيعتها. فيعني في إطار الحفاظ على صحة السلام وأمن المجتمع، في الحقيقة تم رصد جميع العائدين من إيران خلال شهر فبراير، وتم بالحقيقة حصر أسماءهم وأماكن تواجدهم وكذلك مواقعهم، حيث يعني بلغ عددهم في الوقت الحالي إلى 2292، ولله الحمد تجاوب منهم حول 310 شخص مواطن، منهم مع دعوة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وقاموا بتسجيل يعني أنفسهم لجدولة مواعيد الفحص عبر الاتصال على رقم 444. وهذه في الحقيقة يعني يعطينا مؤشر على الحس الوطني للمواطنين اللي موجودين في مملكة البحرين، ونشكرهم في الحقيقة تجاوبهم يعني بشكل سلس. واسمحوا لي ان نعلن على يعني بعض الاجراءات التاليه اللي راح تطبق في الوقت الجاي ان شاء الله باذن الله. يجب في الحقيقه على جميع الاشخاص العائدين من ايران والذين لم يتجاوبوا مع دعوه التسجيل، في الحقيقه يجب عليهم ان يقوموا بالاتصال فورا على 444 لتسجيل المواعيد لهم، وسيتم فحص يعني فحصهم في اماكن مخصصه في بعض المراكز اللي هي يعني موزعه على انحاء المملكه، وستكون العمليه كالتالي، هي يعني اخذ عينات منهم في نفس الوقت وفور ان شاء الله خروجهم او خروج النتائج الفحوصات، ويعني تبينهم يعني غير مصابين، فسيعودون باذن الله مباشره الى يعني منازلهم. الاخوان اللي راجعين طبعا سيطلب منهم استكمال مده الحجز المنزلي المطلوب في غرفهم المنفصله، وهي مثل ما نعرف هو 14 يوم. وكل شخص منهم يعني سيحضر لاجراء الفحص
سيعطى يعني مثل ما نقول إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين. فيعني نرجو من المواطنين التقيد بهذه الإجراءات، وهي في الحقيقة ليست غريبة على المجتمع البحريني بتحمل المسؤولية. المسؤولية حين في وقت الحاضر هي مسؤولية الجميع. ويعني ونكرر وانا يعني ان يعني تمنع في الحقيقة التجمعات العامة، يعني حرصا في الحقيقة لمثل ما نقول اللي هو احتواء الوضع. فهذه بشكل يعني شامل الإجراءات اللي بإذن الله راح ستطبق في الوقت القادم إن شاء الله. شكرا. يعطيكم ألف عافية. مثل ما أنتم شايفين يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى جميع الجهات المختصة في عمل دؤوب في احتواء هذا الفيروس، وخلال هذه الأيام القليلة اللي احنا الحمد لله شفناها أن الوضع يعني مستتب، بدينا نحصر الحالات وبدينا في مرحلة نضع خطط احترازية. أتوقع الحين السؤال دائما بيكون حق الدكتورة جميلة عن الوضع الصحي لهؤلاء، فدكتورة جميلة ممكن تخبرينا عن أخواننا اللي الله يكتب لهم الشفاء العاجل، شلون وضعهم؟ شكرا دكتور مناف. أعتقد هذا جدا سؤال مهم، لأن الكل يتساءل عن حالة المصابين بالفيروس، فحب أكد للجميع أن حالتهم جميعا مستقرة وأعداد بدأت في التعافي، وهم موجودين في منطقة العزل، وهذا بسبب وجود الفيروس ليس لأن عندهم أعراض أو أي نوع من المضاعفات. ونتعامل معهم بطريقة البروتوكولات العالمية، متى راح يتعافون ومتى إن شاء الله راح يرجعون إلى منازلهم وعوائلهم. بالإضافة أنا أحب أكد في الجهة الأخرى مثل ما تفضل دكتور مناف، إحنا في مرحلة الاحتواء، فمهم جدا جدا تعاوننا جميعا. وأريد أن أؤكد، أتمنى من جميع اللي رجعوا من إيران في شهر فبراير في التواريخ التي حددت أن يتصلوا على رقم 44 لجدولة مواعيدهم للفحص. والفحص ليس لاكتشاف المرضى منهم، فيمكن أن الاكتشاف الفيروس إذا كانوا حاملينه، وهو عادة نسبة بسيطة اللي ممكن تطلع ويمكن ما في أحد أصلا يكون عنده، بس هذا للتأكد من سلامة الجميع واحتواء المرض وعدم زيادة الأعداد وسلامة الجميع في مملكة البحرين. يعطيك العافية أختي جميلة. أنا أكد على كلامها أن في حالة منع انتشار أي وباء أو جائحة هناك ثلاث أسس يجب أن نطبقها، أسس علمية. يعني يجب فحص المرضى أو المصابين بالفيروس، ومن ثم عزلهم، ومن ثم التدقيق على المخالطين. ثلاث أسس علمية بسيطة لكن تتطلب صراحة الجهود من إخوان المواطنين ومن جميع الجهات. إذا سمحتوا لي بس في الختام ألخص أربع نقاط رئيسية يعني تتلخص في جميع ما قالوا الأخوة عن المؤتمر الصحفي اليوم. أتوقع إحنا يعني أنتوا شفتوا إحنا كنا بالأمس مستعدين، شفتونا اليوم جاهزين، وإن شاء الله نأكد لكم أن بكرة واللي بعده بنكون عندنا إصرار وعزيمة أن ننهي هذه الأزمة في مملكة البحرين. النقطة الثانية، بنواصل بكل شفافية برصد جميع الحالات لكم أول بأول، ما نخاف من عدد الحالات، لأن الحمد لله رب العالمين عندنا ثقة أن إحنا سوف ننهي هذه الأزمة بشكل سلس من دون ما نأثر على الوضع الطبيعي أو الاقتصادي لمملكة البحرين. صدقونا إحنا نعمل بشكل يومي على زيادة الطاقة الاستيعابية للطاقم الطبي على حسب مرحلة احتواء هذه الأزمة. فهذه احنا نعمل بشكل يومي. شفتوا احنا ما شاء الله استدعينا اخواننا المتقاعدين، عندنا خطط كثيره امامنا، بنحاول ان شاء الله باسرع وقت ممكن ان ننهي هذه الازمه. واختم كلامي بروح الوطنيه. انا ادعو جميع اخواني المواطنين العائدين من ايران، اكد عليه الزملاء يعني الرجاء منكم المبادره انكم تتصلون على هذا الرقم على 444، خبرونا عنكم، احنا نخاف عليكم على اهلكم، بنعمل الفحص وإذا طلع إيجابي بنعزلكم عن أحبائكم لفترة بسيطة لما نتأكد إن شاء الله أن أنتم سالمين. القصد من هذه إحنا فقط نبي نحمي الأشخاص كبار السن، أشخاص اللي عندهم مناعة ضعيفة، ما نحب نفقد أحبائنا بسبب عدم يعني المبادرة. وأنا أتوقع صراحة هذه فعلا هي روح وطنية لازم، وأنا ما عندي شك أن الإخوان يعني بنفسهم
بيتصلون بالرقم، والحمد لله الاعداد اللي ذكرها الاخ الفاضل يعني مو يعني مبشره. واسال الله السلامه للجميع ويعطيكم الف عافيه. نشكر الساده المتحدثين على تقديم شرح مختصر لاهم الوضع الخاص بكورونا في البحرين. نبدا فتح باب الاسئله. تمام، تفضل. تمام، ابو صافي من صحيفه الايام ومن نيو تي ار، يعطيكم الف عافيه وعساكم على القوه. طبعا بعد ان وصل عدد المصابين ل 38 مصاب، اذا اصبحنا نتحدث عن 38 مصاب من اصل 300، والرقم اللي تم رصده 310 من مجموع العائدين الذي يصل الى اكثر من 2000. شاهدنا اعلانات ولا زلتم تتحدثون بخطاب رائع وايجابي، وتدعون الناس الى ان يذهبوا بانفسهم للكشف عن على انفسهم كونهم عائدين من ايران. ولكن ليس كل الناس في ذات القدر من المسؤولية، وليس كل الناس بذات القدر من التحمل فكرة العزل. هناك ناس يصابون بالهلع من العزل أكثر حتى من الفيروس نفسه. فهل سيبقى فكرة الدعوة اختيارية للناس؟ إذا كنا نتحدث عن أكثر من 2000 شخص، ما في إلا 310 اللي راجعوا منهم، فإذن إحنا تجاوزنا مرحلة الخيار. السؤال الثاني، هناك من يدعو إلى إعادة 1300 تقريبا استميت بحرينيين موجودين في إيران، وأنتم الآن أكدتم أن الطاقة الاستيعابية حتى الآن مش ملائمة، فكيف؟ وهذا يعني نكون صريحين، نحن لنكون واقعين، يعني المرض بشكل أو بآخر يثير الخوف، فكيف تدعون إلى كيف هناك استراتيجية لإعادة أناس في احتمالية كبيرة أن يكونوا مصابين؟ واضح. بس نقطة أخيرة، الأجانب في عدد كبير، بس الأجانب آخر شيء، في أجانب في البحرين لا يعرف العربية ولا الإنجليزية، ومنهم يخشون أن يذهبوا لمراكز صحية لأن لديهم مشاكل في الإقامة. لم نسمع أي صوت توجه إليهم حتى الآن. نعم، شكرا. يعطي الشيخ العافية، أسئلتك مهمة، وإذا سمحتي لي أجاوب عليها، وإخوان ممكن يضيفون معي. احنا دائما نركز على الرقم، وانا دائما اكد الرقم بالنسبه لنا كجهه طبيه، سواء كان 38 او اقل، السؤال بيكون الاهم، هل يوجد هناك اصابات بين ابناء مملكه البحرين داخليا؟ والله لا، في اختلاف جذري. اذا انا عندي الاصابات اتي من قبل، فنحن دائما نسال السؤال، اذا كانت البحرين في عدد اصابات كثيره، تدرين ليش؟ لان احنا عندنا احترازات مشدده، احنا طبقنا الاسس العلميه وقلناها بشفافيه، يعني اعلنا فيها. في فرق ما بين اني انا ما اعلن عن الارقام واخلي كما هي وبعدين تتضاعف الارقام، وفي فرق ما بين اني اعلن عنها. هال 38 شخص ربي لك الحمد كلهم سليمين. فانا ما اشوف في اشكاليه صراحه بالرقم، انا الرقم لا يخيفني صراحه. اللي يخيفني هل انا مستعد له ولا لا؟ وهذا بيخليني اجاوبك على السؤال الثاني. احنا لو ما فكرنا ان نزيد من الطاقه الاستيعابيه كان فتحنا جميع المنافذ، كان ما اخذنا اي احترازات، لكن اكد لك هناك خطه مدروسه، وانت قاعده تشوفين الحمد لله يعني الى الان، وانا ما بحسد روحنا، الى الان لا توجد حالات ما منتشر ما بين المواطنين. تشوفينه في الدول الثانيه، سواء كانت بعض الدول بدون ذكر اسامي، هناك حالات ما بين المخالطين، حتى ما لهم اصل من بلد المنشا او الموبوءه. فضمن اي استراتيجيه لمنع انتشار الوباء، يجب عليك تتخذين اول اجراء اللي هو سد المنافذ، سد دخول الوباء لك، لان مستحيل تقدرين تشتغلين على الوضع المحلي الداخلي وعندك اعداد كبيره تجي لك. احنا نسميه في الانجليزي كايوس. طيب، هل ها شفناه احنا في منطقه البحرين؟ ابدا لا. في صراحه نظم، استعدنا بكل استعداد، اخواننا المتقاعدين هم بنفسهم بادروا، فانا بالعكس انا احس ان الطاقه الاستيعابيه قاعده تزيد، وعشان كذي متى 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 حسينا ان عندنا القدره في جلب اخواننا الباقيين من ايران بدون منع حدوث اي انتشار، هني بتكون الفرصه المناسبه نقول حياكم الله في البحرين. السؤال الثالث كان الاجانب، اليوم تكلمنا عنها، انت حتى اعلاناتنا مو بس باللغه العربيه، باللغه الانجليزيه وباللغه الهنديه الاردو. طيب،
هناك كثير من الخطط، هناك خطط إعلامية ندرسها، مستحيل احنا نعرضها كلها في يوم واحد، لكن عندنا جدول معمول من الجهات المختصة تمارس جميع الأجانب. بالعكس الأجانب يعني من ضمن الخطط، إذا تبين أنا ما حبيت أقولها أونلاين، بس من ضمن الخطط احنا بنعمل موقع في الإنترنت حتى يخفف الضغط على التربل فور، فيها جميع البيانات، فيها جميع الأرقام، إذا الله قدرنا بيكون الأونلاين شات. بس هذه أمور تحتاج شوية روية، تحتاج أهل خبرة. أنا دائما أقول ما نحب نبدي شيء يكون فيه قصور، نبي ندرسه، نبي يكون شوية على مستوى يليق بمملكة البحرين. فإحنا كل اللي نطلبه أعطونا الوقت الكافي، زين، كل ذكرتي درسينا، ونأكد لك إن شاء الله هذا بيكون يعني في الأيام القليلة. افتح الباب لسؤال ثاني. تفضل سعيد. مايكروفون لو سمحتوا. سعيد محمد من صحيفة البلاد، أسعد الله أوقاتكم بالخير والسرور جميعا، والله يحفظ البحرين ويحفظ جميع البلدان. شكرا جزيلا لأعضاء الحملة. سؤالي غريب نوعا ما، ولكن يعني أحتاج إلى أن نوجه رسالة من خلال هذا المؤتمر إلى المجتمع. المجتمع البحريني في الأزمات يتماسك، ولكن يمكن شفتوا بعض الرسائل الإعلامية السيئة الطائفية التي أثارت وحدثت نوع من، يمكن هي الفئة ضئيلة جدا ولكن الانتشار كبير بسبب السوشيال ميديا. أساتذتي، من خلال هذا المؤتمر نريد منكم، بارك الله فيكم، توجيه رسالة إلى المجتمع فيما يتعلق بهذه الجزئية، لأن فيروس الطائفية أخطر من فيروس كورونا بالطبع. بارك الله فيكم. في الحقيقة لا يخفى على الجميع مدى يعني خطورة تناول الشائعات في السوشيال ميديا، وقد تكون هذه الشائعات يعني يمكن من خارج البحرين، لكن احنا في الحقيقة يعني الشيء اللي طمئننا بأن لله الحمد المجتمع البحريني مر ب يعني تاريخ من الأزمات يعني، ولكن لله الحمد بأن المجتمع بترابطه قدرنا أن يعني نجتاز هذه الأزمات. كلنا ثقة بأن، وإحنا هم كذلك إحنا يعني نوجه الجميع بأن هنالك في مواقع رسمية، فليش ما نأخذ إحنا المعلومات مأخوذة من المواقع الرسمية؟ ولله الحمد إحنا معلوماتنا قاعدة يعني تطلع يعني بكل شفافية. فاحنا يعني نطالب عدم تناول هذه الشائعات اللي في الحقيقه هي تضر السلم بشكل اكثر، ونعتمد على لله الحمد على يعني جهاتنا الرسميه، فهي مثل ما انا اسلفت يعني تمرر رسائل ومعلومات بكل شفافيه. شكرا. تفضل. مساء الخير، بدر الشهري من قناتي العربيه والحدث. مع أول حالة أعلنت في البحرين كان هناك إجراءات احترازية اتخذتها البحرين بالقيام بإغلاق 3 مدارس ورياض الأطفال. بعد ذلك تطور هذا الإجراء إلى تعليق الدراسة في البحرين إلى لمدة 2 أسبوع في مدارس التعليم العام وكذلك في التعليم الجامعي. هل ستكتفون بهذه المدة أم أنه سيتم بعد التطور، يعني بعد تطور الحالات والعدد المتزايد مع الحالات سيتم طبعا إعلان آخر؟ هذا سؤال. بالنسبة للأعداد القادمة من إيران، نتحدث عن 2209 حالات عادت من إيران، وحضرتكم تتحدثون عن 300 تقريبا تجاوبت مع دعوة وزارة الصحة. كيف يمكن إقناع الأعداد المتبقية أو التواصل معهم لإجراء الفحوصات؟ شكرا. أنا بجاوب على الشق الأولاني وبخلي الشق الثاني لزميلي. في حالة وجود أي انتشار جائحة جديدة على المجتمع غير مألوفة، ما تعرف أنت شو اللي بيصير خلال الأيام، من أفضل الطرق اللي تسويها أنك تقيم الوضع المحلي اللي عندك وتشوف وين المصدر اللي لا قدر الله قد يكون هو سبب انتشار حالات ما بين أفراد المجتمع. مع علمنا، وهذا أنا أكدها للمرة الثانية، بسبب روح الوطنية اللي عندنا، الشخص بنفسه أول حالة هو اللي قال لنا، هو اللي أعلن أني أنا سأقب شاحنة وأودي حق طلاب في 3 مدارس.
فاحنا عرفنا ان المدرسه بتكون من اهم الاماكن لو قدر الله يكون فيها حاله شباب. فاول شيء سويناه قبل حتى قلق المدارس جمعنا الطلاب وفحصناهم، ولان كان هناك خوف بين الاهل فقلنا خلاص ناخذها خطه احترازيه، نعطيهم اجازه لمده اسبوعين، اجين اسبوعين ليش؟ لان هي فتره الحضانه، عشان خلال هذه الفتره نعيد نشوف الوضع المحلي، هل خلال هالاسبوعين اللي الطلبه بيقعدون فيها طلعت حالات في المدارس والله لا، الى الان الحمد لله ما في. فقد الامر ينتهي بعد اسبوعين، قد الامر نقول ان المدده اكثر من اسبوعين. ف يعني وضع خطه ما بتكون دائما ثابته، لكن بتشوفها متغيره، متغيره مو معناته لان احنا متخبطين، لا، معناته احنا دارسين الوضع المحلي. الشق الثاني من السؤال بالنسبه حق يعني اللي تجاوبوا معانا 310 مواطن، ترى هي الفتره بسيطه جدا وهي فعلا تبشر بالخير. واحنا انا اعيد واكرر ان هي المسؤوليه الوطنيه، واحنا يعني عارفين المجتمع البحريني ايش كثر هو حريص على السلامه بشكل عام. فانا احب واكد ان 320 هي يعني تم رصدها في فتره بسيطه، احنا ما يعني لحد الان قاعد الاتصالات والتجاوب مستمر، وان شاء الله باذن الله يعني راح نعلمكم يعني بشكل دوري عن عدد الاشخاص طبعا وعدد المتجاوبين. ابدا احنا ما تغلقنا قضيه اللي هو التجاوب، ولكن لو نقيسه بنسبه وتناسب عدد الاشخاص اللي هم فعلا اتصلوا ترى في فتره بسيطه جدا، وكلنا ثقه باهل البحرين ان شاء الله. سؤال اخر. في نفس الوقت في خطه لاجلاء المواطنين، في عندنا احترازات لهم لفحصهم لعزلهم ولمتابعه المخالطين، فهناك خطه في حول استقبال اخواننا اللي موجودين حاليا في ايران. تفضل يا شيخ، بس الميكروفون. رشل ابراهيم وكاتبة البحرين وغلف نيوز. دكتورة جميلة ودكتور مناف، ذكرتوا من قبل ان الحالات كلها الموجودة من المصابين مستقرة، متى سنشهد خروج اول حالة من العزل؟ هاي سؤال. السؤال الثاني كنت بسأل عن آلية استقبال المواطنين الموجودين في إيران، كيف ستتم؟ ذكرت طبعا ان هناك عندكم تجهيزات معينة، كيف ستتم؟ السؤال الثالث بالنسبة لما ذكرته سابقا في المؤتمر الصحفي الأول حول العزل المنزلي، ما هي الآلية التي ممكن ان احنا نستخدمها؟ وهل سيسمح للمصاب بالاختلاط بأهله بذويه؟ كيف سيتم ضمان عدم الانتقال العدوى؟ يعني هذه الشغله. شكرا. انا ما بخلي بكل الجانب الطبي لاختي جميله بالنسبه للحالات. بالنسبه للسؤال، ان طبعا حسب البروتوكولات العالميه في حاله هذا الفيروس الاصابه بالكوفيد 19، انه راح ان شاء الله من يوم الاحد وهو بعد اسبوع واحد من دخول معظم المرضى الموجودين راح تعاد الفحص الفيروسي للمرضى، وهذا الفحص لازم يعاد ولازم يكون عندنا نتيجتين سالبتين، ويمكن نضطر ان احنا نعيده اكثر من مره على اساس نتاكد. فاذا صارت هذه النتيجتين سالبتين نعيد يمكن انذر تو ثنتين وعلى اساس نتاكد انهم كلهم سالب قبل لا نقول للمريض انه ممكن يروح البيت، نتاكد من خلو الجسم من الفيروس فما يعدي عندما يخالط ويرجع الى منزله مع اهله. هذا جدا جدا مهم، وهذا ان شاء الله من يوم الاحد نبدي، لانه كان اسبوع من اول حاله وصلتنا مملكه البحرين راح يطبق على جميع الحالات. اي نعم. طبعا بالنسبه للمؤشرات ويعتمد على نقطتين، نقطه الفحص اللي هو المختبري عن وجود الفيروس، والنقطه الثانيه اللي هم وضعهم الصحي. ومثل ما انا ذكرت في البدايه ان معظم وضعهم الصحي اصلا انه هو مستقر، ومعظم حتى اللي كانت عندهم عدد بسيط جدا كانت عنده اعراض، يعني الاعراض جدا بسيطه، ارتفاع بسيط في الحراره او كحه او الم في الحلق، وهذه اغلبها كلها راحت يعني ما موجوده عندهم، وهذا بيكون بالتوازي مع الفحص المختبري. فاذا اثنينهم تحققوا هذا المريض ممكن يروح الى المنزل، ونكون احنا على اطمئنان انه ما راح لما يخالط انه يعدي احد من المنزل او من عائلته. واكد على اختي دكتوره جميله، ترى ال 38 حاله هذولين يعني ما يحتاجون يكونون في مستشفيات، يعني ممكن تخليهم في اي مكان معزول عن الثانيين، احنا خليناهم في مستشفيات عشان نطمن ونطمن اهاليهم انه بتكون في هناك رعايه مستمره. هذا لا يعني انه في يوم من الايام بنشيلهم من المستشفيات لو احتجنا.
هي فقط لطمأنة أهالي المرضى أن هناك رعاية لهم مستمرة. أما إذا سألتي هل محتاجون مستشفى؟ أنا أقول لك لا. خصوص سؤالك الإجراءات، ما أدري إذا سمعتوا عن البيان اللي طلع أمس من وزارة الخارجية، وكان هناك في رقم معين أن عليهم خطة الإجلاء، فمعناته هناك خطة، معناته هناك إجراءات، بتكون هناك إجراءات لفحصهم إذا عند دخول بحرين وعزلهم. احنا اوريدي عندنا المعلومات، اوريدي عندنا نعرف من خارج البحرين، لكن لان عندنا مصداقيه بان شعبنا راح يبادر بنفسه بالاتصال بالرقم، فاعطيناهم الوضع الاختياري، ولكن في نفس الوقت عندنا اساميهم ونعرف كيفيه يعني استسقاء هذه، علشان نطمن الجمهور ان احنا عندنا كذا نوع من الخطط، عشان بس اخليك تكون مطمئنه. نعم، next question. My name is Sunil Krishna. I am from Daily Tribune. You advised actually people not to go for public gatherings, basically not in a crowded place. Actually, I think it's creating a bit of panic in the market. If you look into the shopping malls, restaurants, you can see the business is going down. Yeah. How do you avoid panic and fear or taking precautions? You can see even the number of people visiting from Saudi Arabia has come down. Mm-hmm. I am from the state of Kerala. Last year we had Nipah, one of the deadliest virus, you know that. Much, much fatal than what Corona has. Yeah. But in our country, we never had this panic situation. Yeah. But I think we need to do something which can correct the panic situation and go more on an awareness side. Right. What's your, you know, agenda, sure, or what's your... I'm talking on behalf of being a citizen rather than a physician. I don't see there's a panic in our society. I don't see there's a panic among my own family as well. There's a difference between panic and taking precautionary measures. What we are doing right now is taking the precautionary measures. We are advising the people to stay from a close contact, and that's the principle when you have any outbreak. We're not saying don't go out, don't do your shopping. We're not saying wear a mask, for example. Actually, we are against wearing a surgical mask in the public. But you need also at the same time to give a precautionary measures. We're saying if you are sick or if you're coming from a country that we are not aware of, please stay home. So I think there's a huge difference between precautionary measures and panic. And I don't believe that we are in a panic stage in this society. سؤال ثاني بس نحاول ما نكرر الأسئلة يا سمحت يا جماعة. السلام عليكم. طبعا خلال أقل من 20 يوم البحرين على اعتاب استضافة أضخم تجمع عام اللي هو الفورمولا 1. هل سيتم تأجيل أو إلغاء هذا الحدث بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لرياضة سيارات الفيا؟ خاصة أنت يعني ذكرت أو أكدت على نقطة أنه عدم حدوث كياس أو نوع من الفوضى في نعم. انتشار الجائحة. هناك احنا عاملين دراسات عديدة لهذا الموضوع وقاعدين ننسق مع الجهات المختصة. ليس بالقرار السهل أني أنا أقول لك بلقيها أو بخليها. فعلا عملنا دراسات وشاورنا حتى الخبراء اللي زورونا في البحرين. هل الوقت المناسب أن أعلن عنها؟ صراحة أنا أقول لك لا، لأن ما زلنا في ضوء دراسة. إذا الله تم وبنروح يعني كما كان بنخلي تكون الاحتفالات أو المهرجانات الرياضية، تأكد تماما بناخذ كل الاحتياطات اللي بنحتاجها. حتى الآن لا في تأجيل أول؟ لحد الآن لا، ما زال العمل التنسيق مع الجهات المختصة ووضع الدراسة، ولكن نحن مستعدين في حالة حدوثها أو عدمها. في سؤال آخر؟ تفضل. السلام عليكم. وليد دياب، جريدة أخبار الخليج. يعني بداية كلمة شكر لازم نوجهها لحضراتكم في الشفافية في التعامل مع الأمر وإشادة الجميع بهذه الشفافية، ولكن دعني أكرر نفس السؤال لأن الإجابة غير واضحة. يعني بالنسبة لي حضراتكم تحدثتوا عن أن لديكم أرقام وأسماء جميع من عاد جميع من كان في إيران خلال فبراير. النقطة الأولى، هل عدد الـ2000 شخص، هل لديكم الأماكن لحجر لهذا العدد؟ الأمر الثاني، مش هنقول كل يوم، كل لحظة ممكن تنتقل العدوى، فهل هتستمروا في الانتظار لحد ما هم يبلغوا، ولا المفروض يتم اتخاذ اجراء سريع؟ يعني النقطه الثانيه، احدى الدول الجاره اتخذت اجراء بعدم السفر الا في الحالات القصوى، هل ممكن البحرين تاخذ هذا الاجراء؟ هل الامر يستدعي؟ شكرا جزيلا. بالنسبه للشق الاولي من سؤالك، انا اسلفت وتكلمت ان 2292
طبعا هذه الأشخاص اللي دخلوا مملكة البحرين. فيعني جميع المعلومات والقاعدة البيانات الخاصة بهذه الأشخاص موجودة عندنا، من مواقعهم، من يعني عناوينهم، عناوين الاتصال، جميعها موجودة عندنا في قاعدة البيانات في يعني وزارة الداخلية. أنا أعيد وأكرر نفس الشيء بأن المجتمع البحريني هو مجتمع يعني واعي جدا، روح الوطنية هي اللي تدفعهم بشكل أكبر يعني. فإحنا متفائلين، ومثل ما أنا يعني أسلفت، جميع قاعدة البيانات الموجودة عندنا عن الأشخاص اللي دخلوا هي موجودة وواضحة عندنا. في سؤال أخير أو؟ كل دولة لها خصوصيتها، يعني إذا دولة منعت سفر هذا مو معناته أن مملكة البحرين لازم تأخذ نفس الإجراء. إحنا أخذنا إجراءات في دول ثانية ما أخذتها، إحنا أخذنا إجراءات في دول ثانية اتبعتنا. فإنهاء السفر والله لا، هذا طبعا بيكون متروك للجهات المختصة. دكتور محمد، دكتور مناف، دكتورة جميلة، هل في أي إضافة ولا تكتفون باللي تفضلتوا فيه؟ أنا بس يعني إذا بختم، أنا عندي كل الثقة إن مجتمعنا واعي، حتى بدون عندنا أسماء أو عناوين، أنا عندي الثقة والأرقام تأكد إذا 300 شخص في فترة وجيزة بدوا يتصلون، صراحة ما عندي أي شك إنه هو بنفسه. وإحنا خلال هالأسبوع شفنا الناس تجي بنفسها، الناس تقول أنا جاية من دولة فلانية ما في خوف. الأيام أتوقع المتبقية أحس إن العدد بيزيد أكثر وأكثر. وأنا أشكر جميع صراحة جميع من ساند الفريق، يعني سمحوا لي أشكر المسجات اللي توصل لنا حق جميع أعضاء الفريق. ترى العمل مستمر، إحنا كفريق نعمل من أجلكم، أبدا ما عندنا أي تخوف من رصد أي حالة، ولو حتى لو قدر الله صارت حالة مخالطة بنعلنها، وعندنا خطة حتى شلون نحتويها. فبس حبيت أن أطمئن أن إجراءاتنا كلها متخذة، هناك خطة مدروسة، وأشكر القيادة الرشيدة لدعمها المستمر لنا صراحة. دكتورة جميلة، أنا حابة أكد أن يعني بعض النقاط. أهم شيء طبعا الكل يعرف، مثل ما تفضل دكتور مناف، فيروس الكورونا المستجد اللي هو COVID-19 هو فيروس بسيط مثل الزكام، هو مرض غير قاتل. إحنا نتكلم على 2% وفيات على مستوى العالم، فهو غير قاتل. حتى لو سمح الله أحد صاده فهو مو شيء مرعب من الممكن أن الناس تخاف من الإصابة فيه. أحب أكد أن جميع هذه الإجراءات الاحترازية اللي يعني وجدت على جميع المستويات والتعاون بها طواقم هائلة، يعني يمكن شوفوا 3 أشخاص بس ورانا فرق وعدد كبيرة تشتغل في كل الأماكن 24 ساعة عشان هذه الإجراءات تكون واصلة للمستوى العالمي، وفيها نحمي مملكة البحرين من هذا المرض أو زيادته في الوقت الحالي. بس هذا ما راح يتم إلا بتعاون الجميع، تعاون المواطنين، المقيمين، الإعلام، السوشيال ميديا، الكل لازم يشتغل في بيد واحدة، لأن فعلا إن شاء الله راح ننجح بس نحتاج تعاون الجميع بإذن الله. نشكر في ختام مؤتمر الصحفي الفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس الكورونا COVID-19. نشكركم على الحضور وعلى المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.